الحالات اللي موجودة عندي الآن اللي هي الأخت سهيلة أم محمد من منطقة جبل أمير فيصل أيضا في منطقة الصيفة. الحقيقة هذه المناطق من مناطق بؤر الفقر تعتبر، وفيها احتياج لأنها على يعني في ضواحي المدن وإلى آخره. بالإضافة دكتور إنه يعني أصبح متوجه قطر الخيرية إنه دعم المناطق اللي نحكي أطراف أطراف المدن. صحيح. لأن الأطراف تعتبر هي أكثر جيوب فقر وأكثر احتياج إن شاء الله. دكتور من حالة محمد إن عندها زوج مريض يعني كان يعيلهم لكن ما قدر يعني جاتها جلطة. لا حول. وعنده طبعا البيت يعني شبه متهالك وما عندهم دخل يعني محدد. إيش ممكن يمكن نساعدهم فيها أو ممكن نروح ميدان خلينا نزور الأسرة ونزور الحالة ونطلع على أحوال على الواقع. يعني رب البيت يعتبر هو أساس في تلبية احتياجات الأفراد، فإذا كان يعني مريض أو كذا حقيقة يكون في مشكلة، خصوصا يعني إذا كانت الأم غير متعلمة أو غير مؤهلة للعمل فهي مشكلة اجتماعية الحقيقة كبيرة وقاسية. نعم. على مثل هذا مهمة إن شاء الله راح تكون في جبل الأمير فيصل إن شاء الله. إن شاء الله. بيت على ناصية الشارع يغطي بابه رداء ليبعد عيون المارين من حوله. في كل مرة تنكشف لنا حقائق عن معيشة بعض العائلات، ووراء كل ستار قصة جديدة ترويها لنا أم تسابق الزمن من أجل أولادها. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الله يسعدك. طول عمرك. الله يسلمك. مرحبا فيك يا محمد. الله يرضى عليك. عبد الرحمن من قطر خيريه. حياك الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. جاي بشوف كيف وضعكم، دلوني هل الخير عليكم. الله يجزيك الخير. بحاجه للمساعده. كلمينا شوي عن حالتكم. حالتنا هينا، احنا من ايدين الناس بنصرف وبنسوي كل يعني هذا بيعطيني شوي هذا شوي، بحتاج الغرفه بس بروح على الجيران بروح على اللي بسوي بجاز مريض جلد مع جلطة ومع السكر وطنط. أنت وأسرة كم عددكم؟ أنا ثمانية. 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 أنت وزوجك؟ أولادي. مش قادر أأمن يعني شغلاتهم، يعني بدهم شغلات للمدارس، اليوم ما دومتم عشان شغلات المدارس، دفاتر أقلام هذا ما في. ما راح اليوم مدارس. ما راح. طلبين منهم دفاتر وهذا ما فيش ولا أي شيء يعني نأمنهم. في مصدر دخل لكم؟ الزوج يشتغل شيء؟ لا ما بيشتغل، مريض هيجوا ما يشوف شر. شاء الله. ايش وضعه بالضبط؟ مع جلطة على الدماغ مع سكر وضغط. ما عندكم اي دخل؟ ما في. اقدر اشوف البيت داخل اذا حياك الله. اهلا وسهلا فيك. Thank you.
مشكور يا محمد. محمد كلمين عن وضعك، يعني شلون عايشين، متحمين هالعيشة، من اللي يصرف عليكم؟ ما في حدا، ما في دخل عندي، ما في لو خبز مرار، يعني من هون ومن هون بجيب، والله بيعلم يعني بوضعي كيف. بسيطة بسيطة. الأولاد لما يطلبون هيك ما بقدر أوفي لهم حاجتهم، إني أنا متقطع قلبي عليهم. بسيطة بسيطة إن شاء الله. محمد الزوج ما يشتغل أبدا؟ ما كان يشتغل؟ لا مش كان يشتغل، بس صابت الجلطة. متى جات الجلطة؟ صار بجوز السنة، قاعد بنستنى ما يصور، أسوي له صورة الطب الملونة. قاعدين شوف شو معها، سكر ومعها ضغط ومعها بالعصاب. كان يشتغل وين؟ كان يشتغل هو؟ كان يشتغل في عامل عادي، يوم يومه باليوم يعني. كان يشتغل. وبعد ما جات الجلطة قال لي الدكتور صعب انه صعب انه يشتغل. والعيال كبار ولا صغار؟ هي اكبر ولد عمره 16 سنة. اكبر ولد؟ ما عندي غير ولد. كلهم ذكور؟ كلهم بنات. بس عندي ست بنات وولد. ست بنات وولد، الله يحفظهم لك. كنت قاعد مع الحجة اول، ساكن معها. شوي شوي زادت الامور، صارت قلت خلنا اطلع الحال. لقيت البيت هذا وقعدت فيه، سكنت هون. اجار ولا ملك البيت؟ لا اجار. اجار. كم اجاره؟ مع المي والكهرب بطلع لي 100. عليكم تاخير شيء؟ كسر كم؟ علي 4 شهور. 4 شهور يعني تقريبا 400 مع المي والكهرب. وطول هالفتره من وين يعني، من اللي يصرف عليكم، من اللي يعيلكم يعني؟ اخواتي، ناس من هون ومن هون. الحمد لله الجيران، هذا يجيب لي خبز، هذا يجيب لي أكل، من ندان الناس يعني، فهمت كيف؟ كلميني عن وضعكم، شو اللي ضايقكم دائما بالضبط؟ ايش انتم بحاجه فيه يعني؟ شو اللي بحاجه له انت؟ وضع اولادي ووضع حالي، اللي بيجيبني يطلبني شيء وانا معيش. شو بتعب، والله نفسيتي بتتعب كلها. كل اللي دخل لأولادي، لا يجوا يبني يطلبني إشي ما أكون أقدر أوفي له إياه، فهمت؟ بس يعني زي أولادنا بروح على المدارس بدهم مصروف، بدهم إشي. زي امبارح راحوا معهم مش إشي، لا مصروف لا سندويش ولا إشي. بطلع على الصغار اللي زيهم. كيف يجيكم مصاري؟ كيف يجيكم؟ كيف تدبروا؟ أنا بدبر حالي، بروح جارها، بجيب من هاي، بجيب من هاي، بس أمشي وضعي، أموري يعني، أمور داري. والوضع متعبك يعني؟ ما طبعاً، شكل أبشر بخير إن شاء الله يا محمد، أبشر بخير، أبشر بكل خير إن شاء الله. ولا يهمش إن شاء الله، أبشر بكل خير إن شاء الله. باللي نقدر عليه إن شاء الله، ولا يهمش يا محمد. تعال بس نقدمكم شيء بسيط بس. شكرا لك، الله يجزيك الخير يا رب. وياك الله يسعدك. بس شيء بسيط من قطر خيرية. الله يسعدك ويجزيك الخير يا رب. احتياجاتكم الأساسية إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله أشياء ثانية بإذن الله. الله يرضى عليك يا رب. السلام عليكم. السلام. هذا محمود قطر خيرية. الله يسعدك. الله يعافيك. حياك. إن شاء الله تواشي. الله يسعدك. الله يسعدك. هدية بسيطة لك من مطر. الله يسعدك حسبك يا رب. وبناتك يا رب. شرائيا مشروع. إن شاء الله. شكرا لك. الله يجزيك الخير. الله يبارك. إن شاء الله.
عظيم هو الخير حين يضيء عيونا وروح العطاء عظيمة كلفتة ود بنفس محبة ولمسة قلب بكف رحيمة وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة سعادتنا حين نأتي كحلم لكل شعور قاسي هموما فهم بيننا متعبون بصمت وهم كالكنوز بشهر الغنيمة ونحن معا لن يمروا بيأس ولا بانكسار ولا بهزيمة سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا